الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ نعمه عليكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل لكم من الأعمال ما يوصلكم إلى رضاه ويرفع درجاتكم في جنته. وبعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتدارس بقية كتاب فضائل المدينة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بركتها، ونقرأ بقية أحاديث مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فليتفضل القارئ، بارك الله فيه ووفقه للخير، وإياكم وجميع المسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. الكيد يراد به التدابير الخفية، ومتى كانت بالسوء كان ذلك مذموما. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. في هذا الحديث فضل المدينة وفضل سكن المدينة وتحريم السعي بالكيد فيما يضر بالآخرين، وفيه أن الإثم يزداد في الفعل الواحد باعتبار ظروفه الزمانية أو المكانية. وقوله هنا إنماع، أي ذهب ولم يبق منه شيء، فيحتمل أن يكون المراد بذلك الكيد، أو أن يراد بذلك الكائد، وكلاهما محتمل أن يراد في هذا الحديث. وفي الحديث التشبيه في الكلام بما يفضي إلى فهم الكلام وتصور المراد به. نعم. وعن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قوله أشرف، أي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم من علو، وعلى أطم من آطام المدينة، أي مرافقها. وفي الحديث ذكر آطام المدينة وبيان ما كان فيها من انتشار في وقت النبوة، وفي الحديث علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في المدينة من الفتن والمعارك وسفك الدماء ما الله به عليم. ومن فضل الله أن في عصرنا الحاضر نشهد أمناً واستقراراً في هذه البلاد بما رفع الله به الفتن التي كانت في هذه المواطن. وفي الحديث أيضا ذكر ما ينبغي أن يتخذ من أجل سلامة البلدان وخصوصا الحرمين الشريفين من الفتن والنزاع والاختلاف. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ تبعة أبواب، على كل باب ملكان. في هذا الحديث التذكير بفتنة المسيح الدجال، وقيل عنه المسيح لأنه يسيح في الأرض ويصل جميع أطرافها، وقيل عنه الدجال لشدة
وعظم الكذب الذي يدعي، فإنه يدعي الربوبية والألوهية والتصرف في الكون، ويطلب من الخلق عبادته. وفي الحديث فضل المدينة وأن الله جل وعلا يحميها من هذا الدجال، وفيها الإشارة إلى أبواب المدينة. ومن المعلوم أن زمننا الحاضر لم يعد للمدينة أسوار تحميها، فلعل المراد بها الطرق الموصلة إليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا المسيح الدجال. أنقاب المدينة مداخلها، قيل لها نقب بمعنى الثقب اليسير، وفي هذا فضل المدينة وما حمى الله به المدينة من الأمراض ومن المسيح الدجال. وفي هذا الحديث ذكر ما يتعلق بالطواعين، ومما يشير إلى وجود الأمراض والطواعين واستمرار بقائها إلى قيام الساعة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. في الحديث فضل المدينة وأجر سكناها، وفضل سكن المدينة وحماية من يكون فيها من كثير من الأمور غير المحمودة التي تقع في غيرها. في الحديث حماية الله لمكة والمدينة من وصول الدجال إليها، وفي الحديث أن الدجال يأتي في آخر الزمان فيمر جميع البلدان غير مكة والمدينة، وفي الحديث تولي الله عز وجل حماية هاتين المدينتين بحماية من عنده من هذا العدو. وفي الحديث أن الطواعين لا تدخل المدينة، وفي الحديث ما قد يحصل للمدينة من زلازل ورجفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى وجود هذه الرجفة التي تخرج المنافقين والكفار. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الكفار في المدينة لا يعني أنه أذن لهم في سكناها، فالحديث لا يصح الاستدلال به في مسألة سكن الكفار في المدينة لا إثباتاً ولا نفياً. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله حديثه، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، فيقول الدجال: اقتله ولا يسلط عليه. في هذا الحديث ذكر شيء من أخبار الدجال في آخر الزمان، وفيه حماية الله للمدينة من أن يتمكن الدجال من دخولها،
مما يدل على فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن المدينة لا زال أو لا يزال يبقى لها طرق ومداخل يتمكن الناس من الدخول إليها. وقوله السباخ يعني المواطن التي فيها ملوحة والدجال يأتي إليها. وفي الحديث بقاء الخير والفضل والإيمان في بعض الناس إلى قيام الساعة، فإن الدجال إذا جاء خرج له هذا الرجل الذي هو من خيار أهل الأرض. وقوله خيار الناس لم يخصه بذلك الزمن، ما يدل على فضيلة على أهل أزمنة متعددة. وفي الحديث أن الله جل وعلا يبقي من ينشر الخير والعلم في الناس إلى قيام الساعة حتى في زمن الدجال، فيخبر الناس بوجود هذا الدجال. وفيه أيضا أن الإنسان لا يصدق من لا يوثق به في مقالته مهما رأى معه من المعجزات، فهذا الدجال يقول للسحابة أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي خزائنك وكنوزك فتفعل، ويقطع الرجل نصفين فيمشي بينهما. وحينئذ لا يغتر الإنسان بما يعطاه بعض الخلق من إمكانات دنيوية، فإن الله جل وعلا قد يعطي ذلك لبعض الناس من أجل الاختبار والابتلاء. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقتله ثم يحييه والناس يشاهدون. وبالتالي يقول: قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك ستفعل بي هذا الفعل. ومن ثم ازداد يقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وفي الحديث الاستشهاد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال مرة أخرى: أقتله، لكنه لا يمكن من قتله بعد ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فأصابه وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي من الغد محموما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى ثلاث مرات، فخرج الأعرابي، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصح طيبها. وقوله ينصع يعني يظهر ريحه ويبين للناس. وفي هذا فضل المدينة ومكانتها وما جعل الله لها من خاصية عدم رغبة أهل النفاق من البقاء فيها. في الحديث من الفوائد التعامل مع الأعراب وهم سكان البوادي وجواز البيع والشراء معهم. وفي الحديث ذكر البيعة لصاحب الولاية والإمامة، كما كان الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيعة أهل البوادي من الأعراب. وفي الحديث من الفوائد في قوله: فأصابه وعك بالمدينة، يعني مرض، فيه أن المرض قد يأتي لسكان المدينة. وقوله: فجاء الأعرابي من الغد، يعني بعد البيعة، محموما أي فيه الحمى، بمعنى أنه ارتفعت حرارته
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، أي ائذن لي بفسخ عقد المبايعة الذي بايعتك عليه، فإنه قد بايعه على الإسلام وعلى النصرة والطاعة، وهو لا يرغب في البقاء في المدينة خشية من استمرار المرض معه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن البيعة لا يصح أن يستقال منها بشرط أن تكون البيعة بيعة صحيحة. أما البيعات غير المنطلقة من أسس شرعية فإنها لا قيمة لها ولا منزلة، كبيعة بعض الجماعات التي لا تتوافق مع الشرع. وفي الحديث التحذير من نكث البيعة، وفي الحديث أن الله جل وعلا يهيئ من الأسباب ما يجعل من لا يصلحون لحمل الرسالة والقيام بأعبائها يخرجون منها ولا يستمرون في مناصرتها. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس من أصحابه ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فقالت فرقة نقاتلهم، وقالت فرقة لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، وتنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في بدر خارج المدينة، فجمع أهل مكة جموعهم بعد سنة ليأخذوا ثأرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإسلام، فجمعوا 3000 رجل وجاءوا إلى المدينة، فاختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يبقون في المدينة ويجعلونها بمثابة حرب الشوارع فيقتلونهم في داخل المدينة، أو أنهم يخرجون إليهم فيتلقونهم. وحينئذ من لم يخرج في بدر أشار بالخروج من أجل أن يعوض ما فاته من الأجر هناك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وأحد جبل بجوار المدينة، فلما خرجوا خرج معه جماعة، وحينئذ قال عبد الله بن أبي: ترك رأينا في البقاء في المدينة وأخذ برأي غيرنا، ثم حينئذ رجع بقرابة ثلث الجيش، مما يدلك على التحذير من تمكين المنافقين من تخذيل أهل الإسلام عن أعمال الخير والصلاح، فقد رجع معه ثلث الجيش. فقال: رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين في هؤلاء الذين رجعوا، فقالت فرقة نقاتلهم وقالت فرقة لا نقاتلهم، فنزلت الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يعني أن سبب خذلانهم وعدم قيامهم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى أمر وأفعال لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، يعني المدينة، ما يدلك على فضل المدينة وأنها تنفي الخبث، قال: تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة، فإن الفضة إذا كانت قد اختلط بها غيرها
عرضوها للنار من أجل أن تنفصل الفضة عما اختلط بها. وهكذا المدينة يقدر الله عليها بعض الأقدار من أجل أن تفصل بين أهل الإيمان الذين يبقون يستمرون في الطاعة وبين أهل النفاق الذين ينتكسون ولا يقومون بفعل الطاعات. ولذا قال عن المدينة: تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. في هذا الحديث فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات البركة في بعض المواطن وبعض الأرزاق. ولذا قد يكون في بعض البلدان من البركة والنماء ما ليس في غيرها. وفي الحديث مشروعية الدعاء للبلدان بنزول الخير والبركات فيها. وفي الحديث الإشارة إلى فضل مكة وما جعل الله فيها من البركات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وقال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. قالت: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم وصحها لنا وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. في هذا الحديث قالت عائشة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد هجرته من مكة. وفي هذا الإشارة إلى الهجرة ومشروعية الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وفيه السعي للتخلص من أذى الكفار والمشركين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وعك أبو بكر وبلال، أي أصابتهم الأمراض وجاءتهم الحمى. قالت عائشة: فدخلت عليهما، فمعنى أنهما قد مرضا في مكان واحد. وتعلمون أن أبا بكر أبوها وبلال مولى أبيها، لأن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا رضي الله عنه. وفي هذا الإشارة إلى عيادة النساء للمرضى من الرجال. فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ فيه جواز سؤال المريض عن حاله وأنه لا حرج فيه. وقالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، أي ارتفعت حرارته، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، يعني سيأتيه الصباح وهو في أهله. ومع أنه في أهله إلا أنه يحتمل أن يرد إليه الموت، ولذا قال: والموت أدنى من شراك نعله. وشراك النعل الحبل الذي تربط به وسط الحذاء والنعل من طرفيها. وفي هذا
جواز الاستشهاد بأبيات الشعر. قالت: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى ارتفعت عنه الحرارة، يرفع عقيرته رأسه وما فيه من شعر فيقول: ألا ليت شعري، أي هل أكون قد أقسمت على أن أبيت ليلة، أي أنام في إحدى الليالي بواد، أي بمجرى السيل، وحولي إذخر وجليل، وهي أنواع من أنواع النبات كانوا يستلطفون البقاء حولها. وهل أردنا، يعني أصل إلى مياه فأستخرج الماء منها، وهل أردنا يوما مياه مجنة؟ ومجنة مكان في تهامة، كان سوقا من أسواق العرب. وهل يبدون، يعني يظهر لي شامة، شامة جبل في جنوب مكة، ومثله طفيل جبل في جنوب مكة بين مكة ويلملم. فهذه الأبيات كان بلال رضي الله عنه يستشهد بها. فقال بلال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة ومن معك كما أخرجونا من أرضنا، يعني مكة، إلى أرض الوباء، يعني المدينة. وكانت المدينة موبوءة، فيها مياه وفيها بعوض، وبالتالي هذا البعوض ينقل هذه الأمراض إلى من يسكن في المدينة فتأتيهم الحمى. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة، فيها جواز محبة الإنسان لمواطن سكناه، وعدم وجود حرج في كون الإنسان يحب أرضا أكثر من أرض أخرى كحبنا مكة وأشد. وفي الحديث الدعاء بالبركة، كما قال: اللهم بارك لنا في صاعنا. والأصل في البركة أن يراد بها النماء والزيادة، والمراد بها أن تكون تجارتهم مباركة، يكسبون منها الشيء الكثير، ويكون طعامهم مغذيا لأبدانهم. قال: اللهم وصححها لنا، يعني أزل أمراضها وما فيها من الوباء، وانقل حماها، يعني مرض الحمى، فاجعلها في الجحفة. والجحفة كانت مكانا لا ساكن فيه في ذلك الزمان، فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا برفع الوباء. وفي هذا دلالة على مشروعية دعاء الله عز وجل برفع الأمراض والأوبئة والطواعين عن البلدان. قالت: وقدمنا المدينة، يعني في الهجرة، وهي أوبأ، أي أكثر البلاد وباء ومرضا. قالت: فكان بطحان، بطحان وادي من أودية المدينة، يجري نجلا، يعني أنه يسير فيه الماء المتغير والذي تعيش فيه بعض الحشرات التي تنقل الأمراض. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء من عمر رضي الله عنه، حيث كان يدعو بأن يكون من أهل الشهادة، في هذا فضيلة الشهادة وعظم أجر أصحابها. وفيه جواز طلب الإنسان الشهادة ودعائه الله جل وعلا بأن يكون من أهلها. في الأثر أن الشهادة المطلوبة هي الشهادة التي تكون في سبيل الله لرغبة الإنسان فيما عند الله في الآخرة، وليست من أجل استجلاب أمر دنيوي. وفي هذا الأثر
تفضيل الوفاة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وفيه عدم استبعاد أي قدر قد يقدره الله على العبد، فإن المدينة كانت بلد إسلام وكان وقوع الشهادة فيها مستبعدا، ولكن الله عز وجل استجاب لعمر رضي الله عنه حيث كان يصلي بالناس صلاة الفجر، فجاءه المجوسي أبو لؤلؤة فقتله وهو يصلي، فجعل الله عز وجل هذين الأمرين مجتمعين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان موته شهادة وكان ذلك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر ما يتعلق بكتاب فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون قد أنهينا دروسنا، ولعلنا نؤجل دراسة كتاب الصوم وما يتعلق به لنتدارسه إن شاء الله في رمضان القادم بحوله وإرادته جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إنابة إليه، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل أيامنا لنا لا علينا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في جميع أحوالنا وأبداننا وأموالنا وأوقاتنا وذرارينا، وأسأله سبحانه أن يهيئ للمسلمين أمر رشد يكون من أسباب طاعتهم لربهم، ومن أسباب التزامهم بدينهم، ومن أسباب اجتماع كلمتهم وإدرار أرزاقهم والبركة في جميع أحوالهم واجتماع كلمتهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.